يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ناس في بلدنا من الصوفية يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه ويتوسلون بهذه القراءة، هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحة؟ هذا من البدع، هذا من البدع. قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة أمر طيب لأجل الاقتداء به، ولكن لا يخصص بيوم مولده أو بوقت محدد، ولا يقصد بهذا التوسل بهذه القراءة، لأن هذه بدعة. كيف يتوسلون إلى الله ببدعة؟ هذا لا يجوز. أما قراءة سيرته في أي وقت مناسب للاستفادة والاقتداء لا مانع من ذلك. نعم.